مرحبا. عم بيجوب موظفين من شركة يابانية لتدوير النفايات على متن دراجة هوائية مزودة بكمبيوتر لتحويل الأكواب والأنانة البلاستيكية إلى قطع فنية. وأوضح مؤسس الشركة أنه الهدف من هالمشروع هو إنتاج عمل فني بيجمع ما بين إعادة التصنيع وتدوير النفايات وتحويلهم إلى غرض جميل قريب من الناس. بالعودة لطقسنا أجواء شتوية مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة، هواء متوسط السرعة، رطوبة عالية، بحر مائج شوي، وحرارة مياه 18 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ومجموع المتساقطات من أيلول حتى اليوم 402، بينما السنة الماضية سجل 825 والمعدل العام 714. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12، على المرتفعات عم بتسجل 6، بالبقاع 7، والأرز درجتين. ومنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 11 ببينو، جبال 22، بيروت 21، ننتقل من بعدها إلى صيدا 24، بنت جبال 19، نبطية 19، رشيا 19، زحلة 19، الأرز 10، الهرمل 23. والرطوبة عم تتراوح بين 55 و80%، حرارة سطح المي 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 12 أدناها أقصاها 21، نهار الجمعة بتتراوح بين 13 و23، ونهار السبت بين 13 و24. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مشوارنا من عمان 21 ودمشق 24، ننتقل من بعدها إلى الجزائر 20، ومننهي مشوارنا بباريس 18. وهيدا كان كل شيء. باي.